إن حاولت الدخول في نقاش مع أحد الأغبياء، فتأكد أنك ستعاني وستجد نفسك في ورطة رغم أن لديك كل الدلائل الدامغة. ستخرج من النقاش دليلا مهزوما. فلو أخذت نظرة إلى هذا العالم ستجد أن هناك كوارث حصلت بسبب أغبياء، حتى أن هناك أغبياء وصلوا للسلطة. الغباء قيلت عنه أقاويل وتفنن الفلاسفة في تفسيره، كل أعطى رأيه في هذا الموضوع، بل حتى أن هناك طرق لصناعة الغباء والأغبياء. في هذا الفيديو سنتكلم عن الغباء وطرق صناعة الغباء، بل حتى أن هناك قوانين للأغبياء. سأعطيكم أمثلة على كل شيء. فقبل ما ندخل في الموضوع، إن أعجبكم المقطع لا تنسوا لايك كدعم، وأيضا إن كنت متابع جديد لا تنسى تشترك في القناة حتى يصلك أي فيديو جديد. وأرجوك أرجوك لا تشترك في القناة إن لم يعجبك محتواها. وهذا حسابي على الإنستغرام، حسابي على سناب شات لمن يريد أن يتعرف على حياتي. ونقول بسم الله ويلا بنا نبدأ. تقول الحكاية بأنه كان هناك 10 أطفال يلعبون قرب سكك حديدية للقطار. 9 من هؤلاء الأطفال قرروا أن يلعبوا على سكة يمر القطار عليها من فترة لأخرى، بينما اختار الطفل 10 لوحده أن يذهب ويلعب في سكة الحديد المهجورة التي لا يمر منها القطار. كان هذا الأمر يحصل كل يوم، لكن في أحد الأيام شاهد عامل السكة الحديدية بأن هناك قطارا قادم. هذا العامل أصابه الهلع والخوف على الأطفال 9 الذين يلعبون بالقرب من سكة القطار. كانت عدة أفكار تجول في خاطر الرجل وكان يفكر بسرعة، وقرر أن يحول مسار القطار من السكة التي يلعب فيها الأطفال 9 إلى تلك السكة المهجورة. وفي تلك السكة المهجورة كان يلعب طفل واحد، وبذلك فهو ضحى بطفل واحد لينقذ 9 أطفال. أي أن هذا القرار هو قرار ذكي وحقق أقل خسائر ممكنة، طفل واحد مات ولكن نجوا 9 أطفال. من النظرة الأولى يتبين لنا بأنه فعلا هذا القرار الذي قام به هو قرار صائب، هذا بمنطق الكم. لكن عندما نفكر بمنطق الكيف سنكتشف بأنه قد أخطأ. ستسألني كيف؟ لماذا؟ حسنا اسمع صديقي، الطفل الذي ضحى به ذلك العامل هو ذلك الطفل الذي كان يلعب في السكة الحديدية المهجورة. ذلك الطفل كان هو الأذكى من بين 9 الآخرين، لأنه هو الطفل الوحيد الذي فكر وقال بأن هذه السكة الحديدية المهجورة لا يمر عليها القطار، إذن أنا سألعب في منطقة آمنة. وقد كان ذكيا وقراره صائب. أما 9 الآخرين الذين أنقذ العامل حياتهم فهم كانوا الأغبياء. كيف؟ لأنهم هم من كانوا يلعبون في سكة يمر عليها القطار، فلم يفكروا بطريقة صحيحة وخاطروا بحياتهم. فهل تخيلت معي؟ أغبياء نجوا والذكي مات. هذا هو الفرق الشاسع بين المجتمعات التي تصنع الذكاء والغباء بين أفرادها. فالمجتمعات الغبية تضحي بالأذكياء والأكفياء والمهرة، بينما في المجتمعات المتقدمة فهي تجري وتلهث وراء الأذكياء، بل وتنفق عليها وتستثمر في عقولها، لأن الأذكياء هم من يصنعون المستقبل وهم من يبنون الدولة والمجتمع، وهم الركائز الأولى لأي مجتمع. فنستطيع أن نشبههم بأنهم هم الحصان الذي يجر العربة. أما المجتمعات والدول الغبية فتقتل الأفكار والمواهب، بل وتدفع بالأغبياء إلى الصفوف الأولى وتضعها في مكان القيادة. بهذه الطريقة تصنع شعوب ومجتمعات غبية يسهل السيطرة عليها واستغلالها. فهذه صناعة الغباء. هناك نظرية تسمى نظرية القرود 5. مجموعة من الباحثين وضعوا 5 قرود في قفص، فعلقوا موزة في السقف ووضعوا تحتها سلما، ولكي تصل إلى الموزة يجب أن تصعد السلم. وفعلا القرود لما رأت الموز حاولت الصعود في السلم لتصل إلى الموزة، لكن كلما حاول قرد الوصول إلى الموزة أو الصعود في السلم للوصول إلى الموزة، يقوم الباحثون برش القرود 4 الأخرى بماء بارد مثلج. أما القرد الذي يصعد السلم لا يقومون بفعل له أي شيء، وقاموا بها عدة مرات. كلما حاول قرد الوصول إلى الموزة يتم رش القرد 4 الأخرى بالماء البارد المثلج، يعني أن قرد يصعد السلم ولا يحصل له أي شيء، بينما القرد الأخرى هي التي تعاقب. مع تكرار هذا العقاب بالماء المثلج للقرود 4، هذه القرود بدأت تضرب أي قرد
يحاول الصعود في سلم، لأنه ببساطة أي قرد سيصعد، القردة الأخرى سترش بالماء المثلج كعقاب. بعد عدة تكرارات لهذه العملية لم يجرؤ أي قرد أن يصعد في السلم رغم كل الإغراءات التي قدموها للقردة، وذلك خوفا من الضرب. قام العلماء بإخراج قرد من تلك القرود الخمسة وأدخلوا مكانه قرد جديد. طبعا ذلك القرد أول شيء سيفعله سيرى الموزة وسيصعد في السلم لالتقاطها، لكن ما إن يضع ذلك القرد رجله في السلم حتى ينهال القردة الأخرى عليه بالضرب المبرح، حتى اعتاد ذلك القرد عدم الصعود في السلم لكي لا يضرب من القردة الأخرى رغم أنه لا يعلم لماذا يضرب في الأساس. قاموا بإخراج قرد آخر قديم من تلك القردة التي كانت ترش بالماء وأدخلوا مكانه قرد جديد أيضا. نفس السيناريو يتكرر، القرد الجديد دخل وما إن رأى الموزة فوق حاول الصعود في السلم فانهالت القردة الأخرى عليه ضربا مبرحا. لكن المفاجأة هي أن ذلك القرد الأول الذي تم تبديله هو أيضا بدأ يضرب رغم أنه لا يعلم لماذا يضرب، وتكررت النتيجة حتى تعلم القرد عدم الصعود في السلم. وهكذا استمروا في تغيير القرد قردا بعد آخر حتى غيروا كل تلك القردة الخمسة الأولى. بعد ذلك صار في القفص خمس قرود لم يتم رشهم بالماء المثلج من قبل، ومع ذلك يضربون أي قرد يحاول الصعود في السلم للوصول إلى الموزة، يضربون ومن دون أن يعرفوا لماذا يضربون وهم لم يعاقبوا من قبل. لو سألنا هذه القرود لماذا تضربون القرد الذي يحاول الصعود في السلم، أكيد الجواب سيكون لا نعلم، لقد وجدنا آباءنا القرود له ضاربين فنحن أيضا نضرب. هذا هو نوع من توارث الغباء وأيضا التقليد الأعمى الذي يؤدي إلى الغباء. وبهذه الطريقة تمكن الباحثون من زراعة الغباء في هذه القرود، بل ونفس الأمر يتم مع البشر. فقط انظر حولك وسترى أن هذه النظرية تطبق كل يوم. في أوائل الخمسينات نشر أستاذ التاريخ الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا كارلو إم سي بولا تقريرا هاما جدا، قد يبدو الأمر لك كنكتة لكن هي حقيقة. عنوان المقالة كان القوانين الأساسية للغباء البشري أو The Basic Laws of Human Stupidity. القانون الأول، الجميع يقلل من قيمة الأغبياء المحيطين به. بغض النظر عن مجموع الأغبياء المحيطين بك، في الغالب ستقلل من عددهم الكلي أو ستقلل من قيمتهم. فمثلا لو كان هناك 100 غبي محيطين بك فإن عقلك لا إراديا سيتخيلهم مجرد 10، أي سيقلل من قيمتهم وسيقلل من عددهم أيضا. فهذا القانون ببساطة يعدك لمواجهة ما سيحدث، والذي يتمثل باختصار أن هناك جيوش من الناس التي تقوم بأشياء غبية حتى من دون أن تلاحظ ذلك في الكثير من الأحيان، فهناك الكثيرون منهم أكثر مما تعتقد. القانون الثاني، قد يكون للشخص صفات ذكية لكن غباؤه يدمر كل شيء. الغباء مستقل تماما عن أي صفة أخرى يمتلكها الغبي. فمثلا قد يكون هذا الغبي ذكيا في الشطرنج، ذكيا في قيادة السيارة، أو ذكيا في الحوسبة، لكن ذلك الغباء الموجود فيه يدمر عليه كل شيء، بل حتى أنه يغطي على تلك الصفات الجيدة. فالغباء موجود في كل شعوب الأرض وفي كل أجناسها، كلهم يمتلكون نسبة ثابتة من الأغبياء. فنجد أن هناك أطباء لكن فيهم لمسة من الغباء. فسواء قررت أن تعزل نفسك في بيت مهجور أو قررت أن تعيش في قصر فاخر، فدائما ستجد حولك نسبة من الأغبياء. القانون الثالث، الغبي يتسبب بخسائر لشخص آخر من دون أن ينتفع هو. سيبولا يسمي هذا القانون بـ Golden Law of Stupidity أو القانون الذهبي للغباء. فالشخص الغبي يسبب متاعب ومصائب للأشخاص الآخرين من دون أن ينتفع هو ولو شيئا بسيطا، يعني من ذلك الدمار الذي سببه. فمثلا لاعب كرة القدم الذي يتسبب في شجار مع لاعب آخر ويتسبب بطرده، فهو لوحده يكلف الفريق الخسارة كلها من دون أن ينتفع هو أي شيء. فهذا الشخص أيضا غبي ويندرج تحت قانون The Golden Law of Stupidity. من الطبيعي أن نخسر عدة أشياء في حياتنا، الوقت، الصحة، المال، حتى الشهية والفرحة والطاقة، كل هذا بسبب تصرف مغاير للعقل والمنطق من شخص لا يستفيد أي شيء من التسبب لنا بكل هذه الكوارث. لا أحد يعرف أو يفهم أو يمكن أن يفسر لماذا يقوم هذا الشخص أو هذا المخلوق العجيب بالتسبب بكل هذه الكوارث اليومية لنا من دون أن ينتفع هو أي شيء. ليس هناك أي تفسير. ففعلا الغباء لا حدود له مثل ما قال أينشتاين. القانون الرابع، الأشخاص الذين يصنفون أنفسهم كغير أغبياء
دائما يقللون من الأخطار التي يمكن أن يسببها الأغبياء. دائما أولئك الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم غير أغبياء دائما ما يستهينون بالقوة الموجودة للأغبياء وهي قوة التدمير. فنجد أن الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم أذكياء وغير أغبياء ينسون دائما بأنه في كل زمان ومكان وتحت أي ظرف كان سيضطرون للتعامل مع أناس أغبياء، وفعلا هذا الخطأ وهذا النسيان وهذا التهاون يكلفهم الكثير. بالرغم من أنه لدينا فكرة عن من هم الأغبياء في مجتمعنا والمحيطين بنا، نجد أننا ما زلنا نتسكع معهم رغم أننا نعرف أن هذا ضد مصلحتنا. على مر القرون وآلاف السنين هناك عدد هائل لا يحصى من الناس الذين تجاهلوا هذا القانون وقللوا من اعتباره وأهميته، وهذا التجاهل بنفسه هو ما سبب عدة مشاكل في التاريخ البشري. فكم من حروب اندلعت بسبب أغبياء، وكم من إمبراطوريات سقطت بسبب أغبياء. قم بالبحث في التاريخ وستجد أن ما أقوله لك صحيح. القانون الخامس، الشخص الغبي هو أخطر أنواع البشر. فعلا الشخص الغبي هو أكثر خطورة من المجرم والنصاب والسارق حتى القاتل، لأنه في الحقيقة لا يمكننا أن نفعل أي شيء ضده، بينما المجرم والقاتل واللص يمكننا أن نعزله عن المجتمع ونضعه في السجون مثلا. لكن كيف ستضع شخصا غبيا في السجن؟ فسرها. فالمجتمعات التي تتقدم رغم وجود نسبة من الأغبياء فيهم، لكن هناك نسبة كبيرة من الأذكياء، ولهذا هؤلاء الأذكياء يوازنون الخسائر التي يتسبب بها الأغبياء، كل هذا من خلال تحقيق مكاسب لأنفسهم ولزملائهم. أيضا ما يجب أن تعرفوه هو أن التقليد الأعمى هو واحد من أساسيات الغباء. التقليد الأعمى لعدة شخصيات، عدة أفكار، في الغالب يكون كنوع من الإعجاب، لكن إعجاب غبي. سأعطيكم مثال. كانت هناك فتاة تعيش مع صديقتها في منزل. في أحد الأيام كانوا يعدون الطعام في المطبخ، فشاهدت الفتاة صديقتها وهي تقلي السمكة، لكن دائما ما تقوم بقطع الذيل قبل أن تقليها، فأصابتها الحيرة وتساءلت. قالت ربما يكون السمك لذيذا بهذه الطريقة، أو أن الذيل فيه يعني شيء ما أو فيه مكروه، فسألتها عن السبب وقالت بأنها تقلد أمها فقط. الفتاة أصيبت بالحيرة والفضول وقررت أن تذهب إلى أم صديقتها لتسألها شخصيا، فسألتها عن سبب قطع الذيل للسمكة قبل أن تقليها في المقلاة، فأجابتها ببساطة لأن المقلاة صغيرة وذيل السمكة يبقى خارج المقلاة، لذلك أقوم بقطعه. ومن هنا يأتي الغباء من التقليد الأعمى. فإن عجبكم المقطع لا تنسوا لايك كنوع من التشجيع فقط، وأيضا إن كنت متابع جديد لفيديوهاتي مرحبا بك في قناة مساحة، لا تنسى تشترك حتى يصلك أي فيديو جديد، وأيضا لا تنسوا تفعلوا زر الجرس. وهذا حسابي على الإنستغرام، حسابي على سناب شات لمن يريد أن يشاركني حياتي. فأشوفكم بخير وعلى خير، أخوك يوسف، والسلام عليكم ورحمة الله.